بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ما هو الظن؟ هو القاطر يخطر بالبال عن أي شيء. نقوم نقول هو ظن حسن ولا ظن سيء؟ المنهي عنه الظن السيء اللي هترتب عليه عقوبة، ترتب عليه بغض، ترتب عليه كره. إنما الظن الحسن ما فيش أبدا أي مانع. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل صحابته بأنه ما يجعلش فيهم حتى ظن يخطر بسوء. رسول الله كان معتكفا ثم جاء الصفية لتطلب منه شيئا وهي طبعا محتجبة. خرج أبو بكر وعمر، فرأى النبي واقف ويمين وهي واحدة، قاموا رجعوا، قال يعني مش عايزين ايه النبي يشوفهم وهم شافوه. قال على رسلكما، اقف انت وهو، انها صفية. الله بيقول لهم انها صفية ليه؟ عشان ما يجيش فيهم ظن سيء. قالوا عليك يا رسول الله الظن؟ قال ان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى الدم. فحسم المسألة عشان ما يبقاش فيه ايه، ما يبقاش فيه ظن خالص، عشان المسألة تبقى ايه، تبقى صافية. اذا الظن نوعين، ولذلك هناك ظن السوء، انما في ظن ايه، وهناك في حديث الافك، فلولا اذ سمعوه ظن المؤمنون المؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك قديم. لولا اذ سمعتموه، اي حديث الافك، ظن المسلمون والمسلمات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك قديم. لما شافهم اللي هو صفوان بن معطل جايب ايش عائشه بعد، لانها تخلفت في الركب، كانت في قضاء حاجتها حينما هم الركب بالمسير في غزوه بني المصطلق. فلما طلعت لقت الركب يمشي، وقالت علتي ذلك وكان النساء خفافا لم يثقل، يعني لما شالوا الرحل بتاعها كده على الجمل ما حسوش بان ما فيش حد. ففي واحد بيبقى يدور في مكان الاستراحات ومكان المبيت عشان يشوف حد نسي حاجه، حد اخر يعني معقب، يمشي بقى في المكان كله يشوف حد نسي حاجه حد. فوجد مين؟ عائشه والركب سابقها خلاص. فادار له ظهرها، ولما ادار ظهرها همت تدخل في الهودج، وبعدين شال الهودج وحطه ومشوا من العدم. لما الناس سافوا صفوان جايب عائشه، قال ده كانت مختلي بيه. فلو ان فيه ظن حسن كان يقول لك ما هو ده الراوي اللي بيعقب على اللي بيشوف مين اللي اتاخر ومين اللي مش عارف ايه. انما لازم فيه ناس اشاعوا هذه الايه، اشاعوا هذه الايه الفتنه. فلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك قديم. إذن ففيه ظن إيه؟ والظن الحسن هو أن تحتاط من الشيء وإن لم أنت ما تعملوش أثر سيء. يعني هو قال لك إيه؟ أنا أظن أن الطريق ده فيه ناس متربصين بيك وعايزين يعملوا فيك مثلا حاجة، ده ظن بقى. يوم يعمل ترتيبه أنه يحتاط شوية، ولما عمل احتاط بعدين يقول اللي جه قال له كده يبقى ظنه ايه، بده ينجيني، ما بدوش يعاقبني، ما بدوش يعمل لي انا ايه مقلب او الى اخره. يبقى ظن الخير دائما ما دام لا يترتب عليه حكم، انما ان كنت عايز ترتب حكم لازم تتاكد بقى وتعرف المساله على حقيقتها. ولا تنابذوا بالالقاب. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. شوف الاحتياط الادائي في القران، مش اجتنبوا الظن كله، لا، اجتنبوا كثير من الظن.
إنما بعضه نعم. إن بعض الظن اسم، يبقى مش كله اسم. ولا تجسسوا، تجسسوا يعني إيه؟ التجسس هو تتبع عورات الناس. والحق سبحانه وتعالى بيبقى له الصفات بتاعته فيها لها مقابل، يقول لك إيه؟ معز مذل، محي مميت، قابض باسط. كل صفات الأفعال في الغير لها مقابل، محيي لغيره، مميت لغيره. إنما هل الحي لها مقابل؟ ما يقولش ميت. يبقى الصفة اللي لها مقابل تبقى صفة في الغير، يحيي غيره ويميت غيره، إنما حي في ذاته ما يجيش لها إيه؟ ما يجيش لها إيه؟ المقابل. فلما ربنا من اسمه الستار، هل له اسم الفضاح؟ لا. ولذلك يقول الحق أبغض العاصي ولكني أكره من يتتبعه. ليه؟ قال لك لأن التتبع يشيع الفاحشة ويكفي المستتر بالمعصية إن لا يزال عنده حياء إيماني بأنه مستخبي وبيعمله. ولذلك قال الفقهاء لو أن واحد قعد في خص هو وأهله، الخص انتوا عارفين بيبقى من عيدان كده وفيه فراغ، لو أن واحد شاف واحد بيبص من من الخص عليه وبعد ذلك جاب عصا وكده فخت عينيه ما يدفعش حاجه، لان دوك اللي اعتدى بانه ايه؟ تجسس. خلاص. الله. ليه؟ لان الله يريد ان لا تشيع الفاحشه، لان ما تشيع الفاحشه يقول لك هسه ده ماله، ما فلان عملها، ما فلان مش عارف، انما ما يلاقيش حد يبقى هو اللي هيبدا. لا، اذا ولا تجسسوا. ودي حصلت لسيدنا عمر. سيدنا عمر كان ايه؟ يعمل عسس، عسس بالليل يعني ايه؟ يمشي في الليل يشوف الرعيه ايه شكله. فبلغه ان ابا محجن الثقفي يشرب خمرا في بيته هو واصحابه، فتسور عليه الباب فلقاه قاعد وياه الراجل ولا عنده لا خمر ولا اي حاجه. قال له يا عمر لقد ظننت اني كذا، فانت بديدك تصنع حاجه لكن فاتك اشياء في الدين. اولا لم تات البيوت من ابوابها، ثانيا دخلت بلا اذن ولا استئذان، وربنا يقول اذا دخلت فسلموا على اهلها. يبقى انت عملت ايه؟ حاجتين اثنين. فاللي وياه قال له صدقت، صدق يا عمر، فراح سايبه وتنه ايه؟ وتنه ماشي. يبقى معنى التجسس ان تتبع عورات الايه؟ عورات. يقول لك يجب حسبه من حياء الايمان انه ستر بلاء، لان النبي قال اذا بليتم بشيء من المعاصي يعني فايه؟ استتروا. يعني واحد مثلا ما بيقدرش يصوم ما يجيش كده في الشارع وايه؟ ليه؟ لان الشبان اللي يشوفوه هم لسه بيربوا خميره دينيه في نفسهم، يشوفوا ده راجل يا اخوان بيفطر يقول لك ايه؟ ما هذا شو انا شفت فلان بيفطر. انما لما يدرى بها يبقى ما فيش اسوه، ما يحصلش ايه؟ اسوه. يبقى معنى ذلك ان قضايا الدين ما يبقاش لها خدش من اي ايه؟ من اي نحو. ولا تجسسوا. في تجسسوا وفي تحسسوا. القران ايه؟ يا بني اذهبوا ايه؟ فتحسسوا من يوسف واخيه. يوسف واخوه مش عارفين هم فين. قال يا اولاد كده امشوا كده، يعني زي ما تقول له طب روح الشمشم كده على الله، زي المخبرين ما يمشوا يشمشموا على بعض القضايا كده وبتاع. يبقى التحسس غير الايه؟ التجسس تطلب عوره، انما التحسس تطلب شيئا لا عوره فيه. انت بيطلبوا ابنهم، يعقوب عايز يجيب ابنه، فقال يمشوا كده ويشمشموا عليه يمكن يكون في حته ولا بتاع ولا اي. ولا تجسسوا. ولا يغتب بعضكم بعضا. طب أي بعض وأي بعض؟ أي بعض مغتاب وأي بعض هو اللي بيغتاب؟ مين اللي بتقع عليه الغيبة ومين اللي تقع منه الغيبة؟ أن تذكر أخاك بما يكره وهو غائب. فإن ذكرته بما يكره، إن كانت فيه، إن كانت هي فيه صحيح، فقد إيه؟ بغته. بغته يعني إيه؟ أظهرت الشيء اللي كان يجب أنه يبقى إيه؟ مختفي.
وإن لم تكن فيه فقد بهته، أي افتريت عليه وكذبت. يبقى ما يصحش أنك كنت إيه؟ أنك كنت عمر عمل إيه؟ عمر دخل كده وحصل كده، قال له لا أنت حس تعمل حاجة، إنما جبت مخالفتين اثنين، مخالفة في كده ومخالفة في إيه؟ ولا يغتب بعضكم إيه بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لأن اللي أنت بتغتابه دي غايب عنك مع أنه حي. شبهه الله سبحانه وتعالى بميت غاب عن الحياة، والميت اللي غاب عن الحياة رحت تأكل من لحمه، هو ميت ما يقدرش يدفع عن نفسه، وده غائب برضه ما يقدرش يدفع عن نفسه، فشبهها بشيء بشع عشان النفس ايه؟ النفس ايه؟ ولذلك حق سبحانه وتعالى سبب الحكاية دي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم له حسة واقعية. الحسة الواقعية دي انه بعث الوليد ابن عقبة ابن معيط عشان يجبي الزكاة من بني المصطلق. الوليد ابن عتبة ابن عقبة ابن معيط كانت له عليه دية في الجاهلية في بني المصطلق، فلما دخل عليهم كده لقى الرجال قاموا قال لكوا ده عايزين ايه؟ عايزين ياخدوا الايه التار بتاعهم مني، فرجع قال له ما اعجل بك، قال له امتنعوا عن اداء الزكاة، فرماهم بهذه الله. فتبين رسول الله الامر فوجد انه هو عمل كده عشان خاف منهم احسن ايه يقتلوه. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ يبقى بشع التشبيه، قال له انت لما تغتاب واحد غائب زي ما تكون جبت ايه لحم واحد ميت وقعدت تاكل فيه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت أيضا له مع الصحابة حادث. كان أنس بن مالك القيم على مؤونة الطعام في بيت رسول الله، أسامة بن زيد، فأراد الرجلان أن يذهبا ليطعما عند رسول الله، فبعثوا سلمان الفارسي. فلما ذهب سلمان قال أسامة ليس عندنا طعام، فرجع سلمان وقال ذهبت إلى أسامة اللي هو خازن طعام رسول الله قال ما عندناش، فقالوا بخل أسامة، هم عنده بس إيه بخل. سلمان لما رجع إلى القوم اللي عايزين الطعام قالوا والله أنت أصلك وش شوق، والله انت لو ذهبت الى بئر سميح يعني فوار بالميه لغاض ماؤه. الله يبقى اغتابوا مين؟ اغتابوا ايه؟ اسامه، واغتابوا مين كمان؟ واغتابوا سلمان. فلما اقبل الرجلان قالوا كذا وقالوا كذا، قال رسول الله اني اشم من افواهكم ريح اللحم النتن. قالوا والله يا رسول الله ما أكلنا لحما هذا. قال لقد اغتبتم أسامة واغتبتم سلمان، فقلتم عن أسامة بخل وقلتم عن أسامة أنه وشه إيه وحش، ولو ذهب إلى عين فوارة برضه حتغوض منها الماء. اذهبوا فترضوهم، لأنك إن لم تترضى المغتاب فستكون عند الله أقبح من الزاني. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ التشبيه ده يخليك تكره الحكاية دي، لما تيجي تغتب واحد تقول أخي بقى أنا هاكل لحم ميت، تقوم تنفر منها بسبب التمثيل. ولذلك الحسن البصري وابن سيرين لهم قصة في هذه المسألة. أما ابن سيرين فجاله واحد قال له يا إمام أحل نفسي منك، قال له لماذا؟ قال لي لأنني اغتبتك. أنت ماذا قال ابن سيرين؟
أنا لا أحل ما حرم الله، أنا لا أحل ما حرم. والحسن البصري عمل إيه؟ واحد برضه اغتاب، فكان يحب الرطب، فجاء له طبق من الرطب في بواكيره، فلما دخل عليه الرطب قال خذ هذا واذهب إلى بيت فلان وقل له إن سيدي يبعث إليك هذا الرطب مع حبه له، لأنه بلغه أنك أهديت له حسناتك بالأمس. فدل على أن الذي يغتاب إنسان يدله حسنات إن كانت له حسنة، فإن لم تكن له حسنة يؤخذ من سيئات من اغتابه إلى إيه؟ نعم. يبقى ده تفضيع لمين؟ للغيبة. واتقوا الله إن الله تواب رحيم، حتى لم يوئس الذي زلت نفسه فاغتاب مرة، على الأقل ما يستمرئهاش ويقعد يغتاب الناس، يبقى بالزيادة دي فلتت بقى وإيه؟ فقبل الله، يقبل الله التوبة. ليه؟ قال لك تشريع التوبة من الله رحمة بالعالمين وبصاحب الذنب. ليه؟ لأن لو كان أي واحد يعمل ذنب ما يشلوش توبة يوم يستشري بقى ويبقى فائز يقول لك وأنا مع خلاص انتهت المسألة، إنما لم يعرف إنه هو لو تاب ربنا يقبل عليه ويخزع على عرضه بقى وإيه ويستأنف عملا صالحا، إن السيئات وإذا الحسنات يذهبن السيئات. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.